زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. شو بقول لكم عاد؟ اليوم منبونه راح يكون يوم لا. انزين، قبل الله اويت على بالمر قال لي خالد نحن الحين لو بيكون يوم لا. انزين، وسرنا بقعه ونحن نمشي، جتك حرمه وياك حرمه وياها بنيه تصغير، وقالت لك الله الله في خالد صور لنا البنية هاي عسى اخواتها يشوفونها ولا ربيعاتها في المدرسة اللي هو، هل بتقول لها لا؟ قلت لها لا، ما اعتقد اني اقولها لا. قال يعني بيخوز يوم لا وبيدور مكان يوم الهي، فمن المفروض انت مدامك في السفر، انا بوني ناوي اصلا في لندن ما راح يكون يوم لا، لكن اليوم الله يحفظكم البارح مست على عمري ميس اليهد، ما خليتنا مكان مشي ترترنا الدنيا كلها، وفي الليل الهواء كان وايد قوي، وصبحت اليوم الصبح مصرطي يعورني. قلت في خاطري هي حي وحاي، اليوم بيكون يوم لا. انزين، شو اللي خلاني بعد خلاص بعد اعزم؟ من الاسباب اللي خلتني لين الحين ما ظهرت، استعملت الله يحفظكم بلسم. بلسم البلسم مالي والشامبو شامبو. حد يسميه شامبو وحد شامبو، انا شامبو. المراد موجف عني، واستعملت مال الفندق. انزين، بقيت يفتش تفتش عن يمبي الرغاوه، عيست وانا تليف جايب لي في مال الحب هالعود البيضه مال مصر، وفرج عمري بقيت خوز الرغاوه مالت الشامبو، ما بطلعت خوز لا من يمبي ولا من راسي ولا من علباي، وحالتي لله. وتعجت وتعجت، ما قالت لا انا ولا من خاص. الصابون عندهم يرغي بطريقه غريبه، ما يفتش من ينبك. حاولت بشتى الطرق، اظني وقف نص درام مال الماء والسبه رقاوه الصابون والشامبو، ما طاع يخوز. يسير وتفوت والقط الفود يوم ما مثب على ينبي، ولانها بعدها مليز الينب، ما طاع يخوز، ما طاع يخوز. والله اني حيد دهر سنين الاوليه، يجونا بيت قوم خالي من كانوا الاول في الشعبيه في الجميره، قبل الرفاعه، قبل كانوا في الرفاعه وعقب في الشعبيه والمستشفى الايراني، وعقب ايام الشعبيه كانوا يجونا البطين. وحيد الله يحفظها بتهامل، عقب الغداء تور تغسلينها في المغسل، تقول وحق ما يعني ماكم يسوي رغاوة في يرغي الصابون، يرغي زيادة ولا يفتش رغاوة الصابون، ما تفتش من اليد. السنين هذيك كان ما ابو ظبي بيذر، شرات مدبي ومد دمام، مدبي ومد دمام كان من يورتم وحده شويه فيها ملوحه، فلذلك الصابون ما يرغي. بو ظبي بالذات ماها مال التحليه بيذر، ما التحليه بيذر هذا ما يفتش الدسم من يدك ولا يفتش الرغاوه ما تصابون، فلذلك سبحان الله الوقت اللي خطف مد بي وما الدمام نفس الطريقه، ما بو ظبي وما الرياض نفس الشيء، كله بيذر حلو ماها، ما الرياض وما بابي نفس الطريقه يا غير، وما الشارجه بعد نفس الشيء، في ملوحه قرصه ملوحه، فلذلك الصابون ما كان يفتش من اليد في ابو ظبي والرياض، يا غير في الدمام وفي دبي والشارجه دقيقتين خازت الرغاوه. وتذكرت عاد علي الماساه اليوم، عاد طرت علي الماساه وتذكرت هالسوالف، فتميت عاد روحي لما تيلق الحين بنش، بعد شوي بنش، ولين صليت تريت لين اذن وخلصت الصلاه. الاول عادة ظاري هالوقت ديت وتسبحت مره ثانيه هني يعني مره ثانيه، وعقب عاد ارد اتلبس واسير. اليوم ما سويت ما تمرنت بالعماله، قلت اليوم بريح، اليوم بدي الايام، من جيت ما ارتحت، كل يوم ركضه هيله بيس على ما قالوا هل الباطنه قرازه تقرز الهايد بارك قراز، اليوم لا، حد يقعد بالباطنة يسمونها هياسة تهيس،
اللي يهيسون، الله يسلمكم، النخل يهيسون الارض يجلبونها فوق تحت بحديده، يكون شخصين، واحد يقبض الحبل والحديد من الطرف هذاك وواحد من الطرف هذا، ساعات يستعملون ثور وساعات يستعملون بغل وساعات في النخل يستعملون بنادم في الهياسه. والقرازة ترى الهوامه، نحن عندنا فلان فلان ولا فلانه تهوم. انزين بس عليكم ولا يوم بنزل ارمس؟ زين خلونا نخلص. انزين انزين، وفجاه تغير مدبي، زمشرات ما ابو ظبي بذر، لا الاول في السعوديه في الدمام بعد معلومه، الملمى اللي فيه طشه ملوحه هذا، هذا في كل الوف موجود حق الشاي والقهوه والماء الشرب، هذا يشترون ببيزات بتناكر. هل هو لين اليوم موجود الموضوع هذا ولا لا؟ كم ودي انا اسير دمام يا غير ما تفكر، انسى اواني بتذكر بسال وانسى، ما الله يكتب، لكن اتوقع انه لين اليوم ماء الشرب والقهوه والشاي يشترون المشترى تناكر، اي التنكر، وكل بيت له خزان خاص، هاي يسمونه مل بيذر، ما يسبحوا به. بس مرحبا مرحبا مرحبا. لا لا ما علي باس، يلس خليني اكمل سالفتي. انزين، ففي كل بيت في الدمام فيه كذا خزان، يعني الخزانات باجي من الحكومه، هذا للسبوح واللي للشرب والقهوه الشاي، ما تنكر خزان يسمونه خزان البيذر، فوق كل بيت ولا في طرف كل بيت. ها وهذا من اي ابوي فتش قطير الشريح وسرط منه، تعال زميل لايم بسك عاد بيوجف خلاص. ها اي والله بس عليك، لا عني يعني طيح في بطنك. يا مرحبا ابو هامل، الله يلا شو بايت ريونه؟ حتى حد صدق والله تحت، وانا يا سي هدرب اقولكم يا ربي رب اليوم يا مه الرمس ما يوع مال الصبح لين الحين ما رمس. يلا 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 بنا نرمس خلاص. معتوبه اللي يطرونه برد البطين، اليوم اليوم لبسنا مال برد البطين، في الليل يستوي سجيع واحد والبرد اللي في الدنيا كله يتكون. فلذلك ابوي وثقت عمري اليوم، شو اسوي؟ من الغلبه؟ من الغلبه يوم اقول لك الغلبطو، هذا ابوي الغلبطو، غصبا عنك ابوي تتزرب، لابس اليوم زلاقين على فكره. داقين دبل لابس. يوم بالمر يقول انه بس بنستعمل كل اندر جراوند، بنصير اماكن بعيده شوي يفتشف بيننا وبينها. واليوم الجو بعد ما يوالم على للمشي، فيه شيء مطر، يعني مطر ما بقوي، والسمونه ابو هامل الله يحفظه بعد ماخذ مظله صغيرونه طول الكف، ما اخذنها من طاحت في خاطري، هم طاحت في خاطري، تمت في خاطري، طاحت في خاطري رجعتها للكويت. زين تمت في خاطري، قال لي فاكر، قلت لا بودني وبناخذ لي وحده، روحي روحي ابغى الوحده. يا ربي يا معيت وان طرف هالمكان، هذا خاطري فتنا الاول، هذا المكان سيل والاول شيء ملها ايام عاد الشد والعده الاوليه. نعم شوف وين 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 البيكا بالعود هذا شيء ملها، يعني مكان الناس كلها تسهر فيه، فتيام امه لا اله الا الله كلها في ذاك المكان، من جميع دون التعاون. اسمع عاد ما بروم عده، كلها العرب تعرف اللي تعايشت هاك السنين في الثمانينات والتسعينات، كل هالعرب نهن واحد في المبنى هذا، هذا بابه فوق فوق في السقف، اسمه ذروف جاردن، اسم الملهى اللي هني ذروف جاردن، واحد هناك نيلس في هذاك لين الساعة حنتين سكروا، وخلاف ابوي الملهى هذا ونيلس لين اتخاله في اللذانات الصبح، وين اللذانات من يعني تطلع الشيفة، والله العظيم خطف وقت ما خطف على حد هاك الوقت هاك الايام. الدنيا امان وما شيء يعني قرقعه وصدع وديانه، ايش عيشتن حلوه يعني. انت ما ضحكتي اول ضحكي صفري وين ما شفت ضحكته. انزين شو اسمك؟ غايه. غايه من هالوين انت مايا؟
في دبي؟ دبي راح دبي راح. مبسوطة؟ تحبين لندن؟ وايد تحبين لندن شوية؟ وايد تعين الطريق هذا شي حق العبارة المنظر هذا. نحن وين الحين؟ محطة أي قطار؟ هاي كنزكتون. تحبين القطار ولا تحبين مشاية فيها؟ أمشي أحسن صح؟ غاية تدرين أني اليوم من الصبح قلت الرمسة كنت اليوم ما بسوي سنابات، وأحمد ربعي قال لي وعديت الموضوع قبل ما أشوفك، وحين شفتك ويا هلج وصورتك شفتي؟ صدفة جميلة وأنت أجمل ما زين العقيصاتك مايا. يلا مع السلامة حبيبتي. بعد شرات فربي لابسة شرات، هذا شرات مالي لابسة صح؟ لكن أنا أسود أنت بيج. يلا باي مايا. مع السلامة مع السلامة. سبحان الله اللي توقعناه اللي توقعته الصبح استوى قاله المر هذا ساحر أظني. يا مرحبا يا مرحبا زي أختني. يا مرحبا يا أبو محمد صبحك الله بالخير. Good morning. قبل يطري المشاهدين أقول لهم المر شي قال لي أنه يعني يمكن تشوف ني ولا حد يعني ما بصورهم ما يستوي والحين شفت حرمة قال لي الله الله بي يصور بني يتير بي عادي بني شوفها وهي ما تصور تبقى تصور زين. أنا اللي مبوني ما بسوي سنابات اليوم لا ما يستوي انت في لندن لازم التغطية واجب لك كان يوم لا لكن سبحان الله بقدرة قادر انجلب إلى ما خليت أنا كل من جزاك الله خير. يلا سريع بنسير وليش لا كل أندر جراوند الحين لا اليوم اليوم رحلة تحت الأرض انزين وقطار وين بنسير؟ بنسير مكان قلت لي انت وال وخوينا على اساس الجوادي خادم خادم ايه زين بنسير نسير محل الجوادي انزين بنيرس الشوق بالجوادي وين ما نسير يا اخوي ترى انت بعد روحك تولعت فينا ترى على فكره شوفون جواتي هاي يبين لنا هذا مدنا بعد هذا الشيء ابوي لا صار ولا ارجع التليفون هذا هذا حقك اقول لكم شيء لا صار ولا استوى الجواتي هذه شيء لا صار ولا استوى الحين بفنشن كل الجوا عندي كبتات ممزرة كلهم بفنشن والسبه الجواتي هاي أرخاص وموافجات ونش ويخلنك روح حن يركض بك يعني ما المشي صدق ما المشي تمشي اللي تجولا كأنك هم حين هم يعرفون يشترون بطايق قلت لهم أبوي أنا الأول عندي ستودنت كارت الأول كنت أدرس ترى في لندن في مدينة إيسبون وكنت عندي كارت هذا ما كملت دهر واستعمل هذا الستودنت كارت قال لي أبوي حينه ستودنت كارت هذا ما قبل 43 سنة الحين أبوي ما حد شيء ستودنت كارت مليون كارت غيره دارا زين اشتريتها من هاك سنين ما استعملت الاندرجرام وحين متحنين يبون يظهرون لي كارت حق نستعمل الاندرجرام تمت في خاطري سار وخذها خادم والله فنان هي والله تسد حاي طول الكف طول الكف حليلها كبر التليفون كبر التليفون احنا الله يحفظكم في هاي ستريت كنزكتون حاليا ها نحن في هاي في كنزكتون هاي ستريت زين خلاص وين وصلنا تنكر جيت بنبدل خلاص بنسير طال عمرك بناخذ السنترال لاين ايه السنترال لاين بنوصل السنترال لاين من السنترال لاين بنطلع منها زين وين بنسير بنسير البوند ستريت ايوه زين اسعلي اصور الساعه محلاها شو الحلو فيها الساعه والله انك تيل حبيشي بعد غير نمونه صور الساعه محلاها شو الحلو فيها خالد ها صورني الناس طالع محلاها يا سلام خل عاد انت ما شاء الله رمح تبارك الرحمن يعلك تروح اكتب الرمسه حق عمرك زين نسيت ابي اخبركم عن السالفه السالفه الله يحفظكم الوقت اللي خطف السنين اللي طالت ايها ما ترمس ما بغير مس الا حين يوم حدني اصور فكاك اقولكم الوقت اللي خطف ما حد يجلس اسبوعين ولا يجي الاول بيصير القيض بيصير قيض السنين الاوليه من تبند المدارس حصلنا 3 شهور اظن 15 يوم الاجازه 3 شهور 15 يوم الخليج كامل
يروح يشتلون أربع أماكن. فريق منهم يشتلون الله يحفظكم بيروت، والفريق الآخر شيراز، والفريق الثاني والفريق الثالث بلودان اللي هي سوريا، الفريق الرابع وين؟ لندن. الحين هاك الوقت من الفريق اللي هي لندن ونيل الثلاث شهور، وغيرنا نفس الشيء اللي يصير. شيراز حتى بيت قوم بيت ضيدان يعله الجنة، ضيدان خو نادر يعني الله يطول بعمر نادر، ضيدان وفريجه يشتلون من مدينة زايد، كنا يسيرون بوي شيراز وعيالهم ويمزرون ويرانهم الأول كلهم يتيامعون. أنا أسير لندن ويا ربعي ويا صدقان اللي هو ويا هلي يعني يعتمد، ونيلس السفرة ما في 10 أيام و20 يوم، ما حد يجلس 10 أيام و20 يوم، كلها اللي تسافر يسافرون وقت ما تسكر المدرسة، ويون قبل ما تفتح المدرسة بأسبوعين ذهبوا عمارهم اشتروا عادة. يا حافظ الله على قحفية خالي مسكتية، سلام عليك، كيف حالك حليلة نقمني. انزين يلبسون فكل الوقت السفر ما حد يسكن في فندق، اللي يسكنون في فندق تيار، هي ما حد يروم يسكن في فندق 3 شهور تيار، هذا يروم يسكنون فنادق، فنادق هاي الفنادق الكبير يعني اللي يعطيكم لندن هيلتون ولندن ديري، وتبقى اللي من غير مني إذا ما صورت القطار غرب الله في القطار هذا اشتل نحن بعيد قطارنا ماية. انزين واللواد ملي من غير شراتنا نحن واللي في مستوانا ناخذ شقق في البناية الحمراء ولا في إيرلسكورت ولا في ماي فير على حسب التوافيج يعني أي مكان ما عندنا هذا زين وهذا شيء. وشلنا الله يحفظكم نيبة من سافوي سوفوي 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 اسمها ظني هي والله، ومن 7-11 اللحم والدياي والسمك نصير نيبن وين؟ من شبربوش، هذا قطارنا بيك هي والله تشروبة نيب من شبربوش، ونيل طباخ ونفاخ وأكل وشرب وكشتات وسير ويي وكرم وعلم وخبر طول هالفترة ننبسط يعني يكون شيء فنان وايد فوق عن الفنان. هو هذا القطاع ركبنا الاندرجراوند العاديات يعني حلو والله يعني تغيير كله مشي ولا كله تكاسي لو معتمدين علي هنا والله يا ابوك ما كدوا حتى ربي هالبتكاسي هي والله قابلها حيش مشي زين الامراض ونيلس والله ما حد يتشرى وقت الصيف وقت سفرنا السنين الاوليه مشاري ما شيء مشاري الله يحفظه تعرفون متى قبل ما نرد البلاد بأسبوعين صرنا نتشرى والمشاري الوقت هذا من وين من شبربوش من سوق اللحد وناخذ من ماركس بنسر الاول وسيلفرج وجون لويس ما حد ياخذ من هاردز هاك سنين هل انه كان موجود هاردز ولا ما كان حد يجيه من الاساس والله ما اتذكر لكن ما كان حد يشتري شيء من هاردز لانه كان غالي الله اعلم لكن المشاري كلها من ماركس بنسر وما حد يشيل شناب شيء صناديق معدن كبار الصندوق الواحد ما يشلون 4 أنفار يمزرون هاللين عينهم واللي ومن سير على الفنادق أنا يمع غريش شيء غريشات أهل كبير عكبر الفنايين مال جام شيء مال مربى شيء مال تين وشيء عسل ويمعهن ومزر بهن صناديج وسير بهن البلاد وصلنا يلا بدنا نحطه حرا يرمسنا أخاف أنسى هالسالفة هذه ويغدي الصندوق ما يشلونه 6 أنفار من وزنه لأنه ميمع فيه ما 3 شهور قواط الجام هلا صار هي والله ونشتري بعد من جون لويس مطارح من قبل خفاف ما يوجدن إلا في لندن في شارع إكسفورد وناخذ شو بقول لكم شراشف والشيتات
كله ونشحنه بطيارة قبل ما نوصل ابو ظبي. ومن الاشياء اللي ناخذها الاول تشارلي عطورات تشارلي واستيلودا ممنوع اسرائيلي هم يقولون انه ممنوع اسرائيلي وكله كذب ممنوع على شيء وقطع صوف من شوكه هاك الزمان خلاص على الحين وين البرد حق الصوف نحن كل سنة ني حصلت عند البغتار الحمر هي موجودات البسام ورخ ورص التراب 5 جنيه ما أدري 10 جنيه إيه إيه تأخذ 3 بخمسة باوند ورص التراب زين بس عليك من رمز خلاص من نظهر من نفق من هذا المكان اللي نحن فيه برد رمز أحب يغيرون هذا ها يصير بهذا شو اسمه سنترال ينزلك بعد آخر الدنيا بعد تحت الأرض شيء منهم ثلاثة أدوار وأربعة حليل هم عاد اللي يخدموها الأنفاق تحررهم أنتوا العرب ولا الإنجليز واللي يخدموها الأنفاق كلها نبوي الهنود الهنود قبل مئات السنين خدموها الأنفاق وقصة حفار الأنفاق هاي طويلة طويلة ها إيه والله الهنود سالفة طويلة عريضة قص هاي مسوي لهم شرات المعيزة حفروا الدنيا هاي كم سوي لهم المعيزة يبون الفكاك منهم ترى يابوهم كعمال وتكاثروا ويابوا عيال ويابوا عيال مزروا البلاد امتزرت البلاد كلها هنود شو سووا لهم سووا لهم الحق سووا لهم فكرة وبصرة يبون الفكاك منهم انزين سووا لهم فكرة هاي انها يعني شرات المعيزة حد منكم يعدالي انزين سووا لهم فكرة يجلس عدالي قاعد عدال ممنوع هناك حرم عدال هي فضايحك بعد انزين فسووا لهم بصرة انه يعني عسب يفتكون منهم فآزموا وقالوا لهم والله هاي اليبال خب جوهن بتشيزل وعتل كل واحد بعتل سموا يحفرون حلم فار ليل بنهار كل يوم يموتون ألف وألفين ألف وألفين من التعب تحت الأرض لا أكسجين لا هم خمر ولا هم هم سوي هم مشروع إلا تعجيزي يشوف يوم رب العالمين موت فرجني ثم الله رايد لهم ونحن خطت مع الإنجليز افتكوا من الهنود وعمروا بلادهم افتكوا خطة مستقبلية استوت افتكوا من الزحمة غلاء المعيش وهذا لكن شو عاد فحا وين رب العالمين اللي ظهر البصرة هاي والفكرة شو بيسوي به هذا ما شيء حساب العقاب على طول ها بيازمه وقود جهنم ولا تشوف ولا ما تبعت الخروفة اسمها الخروفة صور المفضانة خلها وين كوينزوي حينة بالمر ما ادري واحد ولا وحده تو يشر على الفيديو والفيديوهات وانت تنشر على الكتبه يقول ول مطول اسبوعه متفهرين حتى في اسبوعك الله اكبر علي يا ابوك الله يردك لعيالك وهلك سالم غانم بسم الله عليك الرحمن الرحيم كان الحبيشي ولا حتى حد قال عنك كم الخبر انت اي والله ما حد قال هذا الرجال طويل ولا قصير عدل ولا مايل ولا حد ما عنك ناشد يا علي بن راشد كل السؤال ابوي عن بالمر شو سالفه شو مشكلة بالمر كل حد يتخبر عنه اطلب القبض عليه وصلنا المحطة شبت السماء ابوي كل ابوي حافرين الهنود مساكين حافرين الهنود قال جيج مساكين كم اللي ماتوا الاف من الفة كل يبون الفكاك منهم وانا اتحرك قدام ثرك هناك تعال ما قلت لكم ما خبر نحن وين سارين ما بسارين مكان اللي قلته هنا مساعة ما اتذكر شو اسمه لكن ما هو ساري ابو مكان غير قلت له ليش قال والله ما نبي حد بوادين يدلون المكان اللي انا ودنا لك قلت له ايش ليش قال هذا مكان بورصة الجواتي في لندن الجواتي الليمتد اديشن مال المشي هذا بورصة الهند هذا تشوفون بقليب مبهين ترى
الله ما عرفت الحين يوم نحن نصب على نصب على وجهي طريت لكم ثرى ابوي لا نفس المكان لكن يبعد عن المحطه محطتين عن المحطه هاي شوي قال بنسير اسبها او هاي البوق حليلهم كانوا يزفون على حلبيانو يحطون البيانو هذا شيء للي بدال ما تي انت وتيلس ولا تيس تلوي بمدواخك وبجقاراك لا يحطون ابوي البيانو وتعال اعزف اعزف وقن اظهر لي في خاطرك وبرد بلا ما الحين لو في مكان غير هذا اي ها هل الصلوب مالات البيانو بيخلونهن حق منشله حق المناشد كل واحد يعلجهم في ميدارين اي والله ما يباله رمسه هذا شو هذا ما عرفت زين هذا يبيعوا في كل محطات القطار ولا في كل مكان بس هالمكان ليش يعني هذا حينة زنجبيل تعالوا يا دردع غالي جنيه يعني والله هذاك دكانه يقولون موجود بس في مطار دبي في مطار دبي هذا موجود فقط لا غير وموجود في لندن في لندن ومطار دبي ريحته تفوتخ زنجبيل ريج والله فنان انت اخذت لي خيب اخذت لي الا واحد بلاك ما اخذت زياده يا رك الله ولا في وايد اللي يقمى وحده والله يحرك المسرط الحمد لله ترى المسرط يروح يعورني ما في شويون كم محطة القطار موجودة تحت البناية هذه شو هالإزازها من داعية عليا منها ظهرنا نحن هذا بعد محطة القطار ما تسمونها بعد غير عن هاي ولا هي يمكن هاي هي لا هي وهذا بابين باب شرق وباب غرب ها ظهرنا نحن من هالمكان الحين صار الشارع هذا الشارع هذا شو اسمه ما ادري به اصلا حد درامهم وي 4 ايام يا اصور ولا هاي درامهم وي تشوفون هم وين صاروا يا الله والله ولا ادري بعد الحين هذه سلبيات التصوير قم عاد الحين فتشت رباعتي وين الله ولا دريبهم فتشوا عني الله ولا دريبهم وين تليفون ما في بعد رسال بعيد يودي وينقطع ادق لهم يرن وحده يفصل قم عاد الحين فتشت هذا كله بيم التصوير ايه ها والاخير قال ابوي نحن بعدنا ردينا لك عند المحطه ندورك دقوا لي تليفون دق لي الحبيشي خادم يعني خادم نحن ابوي ترى عند المحطه نحن سرنا قدام ما شفناك ورانا ترى مخلب خلى رابط ابوي هدربان ريج وين بدلهم رباعتي عند المحطه هنا في تريون مشيت تقريبا 300 متر عنهم طرف هذا ساره شوف انا بهرنا من المحطه العوده صرنا تشي وقبضت الطريق هذا هم لا ترى من المحطه هاي عبروا تشي وين صرتوا شرق ما كنا ربيع ما وياكم ربيع ودرتوني مره تبريتوا شياكم علي وزق نابوت سمعت قال صدره تحرى درام يجرجع يردح هب يردح صدر التحرى طبل مسين دو بشيركم ابوي من قرات الحظ بورصه الجواتي مسكره ها يوم اقول لكم بورصه ها شو هنا باللحظه والثانيه والدقيقه الاسعار تظهر ها وهذا الجواتي ها كم ما يبين بضمي يا رب البيت الحرام والله ما يبين زين ما زين
يمين الشيء داخل. ثاني اشوف اديداسات، اديداسات جواد هي اديداس يلبسون الناس يتمشون، ما شفت شراتب. قال ترى ابوي يشترونهم من البورصه، هذا بالدقيقه يرتفع السعر وينزل وما ادري شو، شغله طويله عريضه ما برخاص يعني بهاك الحكي. خاطري الله ما خلي شيء في خاطري هم مدحو. ورد ابو ظبي بهنشن الاوليات مزار كبتات كلهم ضيجات عبر الريول، كل واحد كل واحد تحرى 40 كيلو وزنه، شيء منهن من 30 سنه وشيء من 20 سنه وشيء ما تطاحني، ما تطاحني يوم بسير مصر بوديهم بمزر بهن ابوي شناط من حظ اللي المصري وقطعانه. شوف الله عليكم ما يبين، حرام يا هم ما يبينه، ومبندين اليوم وبكره. اقولكم بالعماله ما حطيت العنوان، ما في ابوك يتغزي العرب ويتم ضرب القف ونحن نرد ما نلقط شيء. اشتريتها كل يوم في تايلند لو خبرت عن الباجلة الميبس هاك محموس الغاوي اللي مسوينه على البخار، ما زين كرس بيوم صرت ادور ابوي ما لقط ولا ناس فين العرب من محلات تايلند كامل، وحين خبرت هذا وين والله العظيم ما لقط شيء من هباكه بخيل الله لو الحق لي لو على جوتيين. وانا ما ابغى من القلاية اخذ من هالموافجات 150 200 250 جنيه، يقول لك شيء حتى ب 5000 جنيه الواحد هذا ياخذونها من التيار الكمبنية. ايه ما بمالي انا انا بالمر علومك اخوي علومك علوم علوم العلوم طيب طال عمرك زين بلاك انت ما سالت قبل ماني ما التاريخ 2 اليوم ما توقعت كل شيء امس مره هذه الله يحفظك يا ابو المر خانك التعبير ما بخانك التعبير ما صبت الهدف كل شيء فاتح لا عاده تسال لو حتى كل شيء فاتح اي والله اي والله ما الله كتب نصيب العتب على النظر يا رك الله مرحبا 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 بالحبيشي والله يا ابوك يا خادم ينه يعرفك انت تعرف وياك من سنين تلاقى وياك من سنه كم في الجيم بالتسعين يا غير ما صرت وياك وياك اول يوم يقول تبي ربيعك تعرف عليه في السفر هي والله خاوة وياه في السفر بتعرف عدل من مايله على الله يحفظك يا ابو خدم ما تقصر بس عليكم انت ما تخلص البطارية مال تليفوني لا يا ابوي صبير يا هذا ثاني Karar al-Kalbi, Salaam alaikum wa habibi aliyon. I'm very happy because I'm enjoying my chai karak in El Kawanich. Wish you were here, Mishtaklik, my friend. Ciao. الله يحفظكم طلبنا بكيلو وهي عطوك هذه هذا اللي يقولون أربعة سبت وديت اللي بغير شك هاي بس أمانك مقهى صغير وكيل كوفيون احنا نمشي سريعين لقطنا هاي الرجال بعد بني من هالبقين كانه قال ليها ما ادري شو رميتي نسيت عاد شو اسمه والحبيشي قابل يصور الحبيشي شو تصور؟ شو تصور؟ كوفي؟ لاتيه هذا؟ انا طالب بيكلو هذا مال زين انا ابغى اخبر الرجال اللي صورها الحين تراعي البطينه رميثي رميثي انت راعي البطين ولا راعي البطين ولا محمد بن زايد ولا وين؟ لا المرور المرور قول لي عاد تشاورت صورتك انت وعطني الجافي اقول قلت حق الجماعه عاد تشاور طاعر ما اظهر اظهر ما طاعر ولا بمسح الفيديو لا 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 حاضرين ايوه على الله يحفظك الله يحفظك يبارك شفت انا البشره وبشره الجماعه فينا على الله يحفظك يبارك فيك مبسوطين؟ أكيد لا لا طبعاً الله يحفظك يبارك فيك جزاك الله خير سبحان الله الله يجزيك خير أعطوهم إيه والله شو أقول لك؟ يعطونك هذا بس أنا أتحرم حطوا الدب ولا شيء شركة اليابان تدري إنه ممنوع تعطي دب؟ إيه عم أنا ما كنت
مو سم الوردة هذه؟ ايه ذكرت زين ها؟ ايه وايد. انا ان شاء الله السنة هذه تاريخ 25/3 ليه؟ اذا الله راد ليه؟ 5/4 10 ايام مخصوص حق هاي الشيء اذا الله راد. الله يسر امورك. اسعد الله. شوفك. احنا كيكة واحدة بنسوي عليها شيرينج. حسب ما جيت يوم بدنا على الغداء. الكيكة عبارة عن كيكة بيدان وفيها قناد ومخدومة بسميد. أظني شيء تشرات السميد. بيدان وقناد وسميد. أكيد إنها فنانة. البيدان روحها فنان. ميازلهم والله. يلا برايكم. أقولكم كان شيء أخير عن الفنان شو ما شاء الله زين الحين هم قايلين لي أو اللي جايتنهم وصال لي أصور زين الحين منو رجال هذا؟ يقول ثاني الختال الحياة الختال شو يقول عبدال عبد الله عمه عبد الله عمك عمك عديدة في جلدة قبل 35 سنة الله يغفر ويحافظ عليك تشكون ها؟ الرجال ناصر خان صاحب يلا من نصر والله من كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحفظك ويبارك الله يسلمك هذه هي سعرها 3 بان اسم المحل عاد انا ما اعرفه هذا هذا اسم المحل الشارع هو موجود خط تي سيد وين سايرين انتو هذا اسم المحل هذا فوق هذا فوق مال الاجار اظني سمول اوفيس تو ليت فت وهذا المحل تقولون ما قلت لكم كيكة عندهم لا صارت ولا استوت بالبيدام والقناد خدومة بالسميد جنن لكم هذا معهد للشو تعليم الخدم الطبخ والنفخ وطريقة الاتيكيت ويعطون كلاسات يعني اللي عنده بشكارة ويباها تتعلم طبخ وأهم شيء اللي أهم عن الطبخ الخبز من هالمكان يجيب أبوي بشاكيرة ويعلمهم هني في هالمكان واللي أهم شيء عندهم الخبز شو ها الخبيز شو كم فرن بفرن حاطين لك 600 فرن شيء جميل والله فكرة وايد حلوة هبنا اللي بيعلم بشاكير يابهم خلاهم عندي 5-6 شهور وقبض الدتش من يشيل بشاكير حتى كلمة شكرا ما يقول هذا النقزة معروفة حق منو اشتراني أب واحد ولا باثنين حد منهم حتى موجودين في لندن بنقال والجيت عاد معازيبهم كم من يوم يعني هذا عيال عمو جبت حيدون طباخي الأولي اللي كمل 25 سنة عندي هذا عيال عمه وعيال أخته وكلهم يابوهم هني لندن من عقب ما كملوا عندي في بيتي كذا شهر موجودين في لندن بنقالية مقيمين في بيوتهم في بيوت المعازيب اللي من بوظبي يعني بيوت ربعهم البيوت اللي يشتغلونهم عندهم يعني موجودين وعايشين والله لكن تعلموا من عندي الخدمة من عندي من بيتنا يعني فحين هاي مسوين أبوي شيء أكاديمي طريقة مباشرة طريقة مدروسة جامعة كاملة موجب الله وكيلكم أول ما يبناه ما أدري يشتغل عند منو ما يعرف يغسل وجهه وظهر عب من عندي ما يخلي شيء ما يعرفه كمل سنين وقال بتعلم السواقة وتم دهر ودريب اللي هو طباخ كنا عن 40 آدمي عن 40 يذبح وبيصلخ وبيحل وبيخض وما شيء بيسقي وبيحدر وبينبت ما بيخلي شيء في الدنيا إلا بيخدمه حد هين تدون خادم شي يقول
يقول بس باجي عليه تعلموني ختل. الله العظيم. المراد وخلاف يبنى عيال اخوه. الحين اللي عندي في البيت هذا ولد اخته. ولد اخت موجب هاللي عندي اللي في البيت. نسيت شو اسمها اصلا انا. حفيظ. ايه. والله ما في جنة وياهم كم من سنة الحين عندي حول من 10-12 سنة. كل شيء عارف الا الحلاوة يعني. ما يعرف الكيك ابو كيك يسوي يعني عقيلي عارف والخبز بانواعه يا غير شيء ثاني لا. والمكتب هذا وانه مال شركة تلفزيون مال افلام من اقرب مال الانتاج السينمائي 20 سنتشري فوكس. هاي ما ادري كم سنة عمرها هذه قديمة من اقدم الشركات يقول لك من اول ما طلع التلفزيون. اي والله في ذمة بولمر هو اللي يقوله. وليش دراني أنا أعرف أكل دومك. هي والله أنا ما أعرف أخذ في الشرق وغرب ما شد قريت أنا الأمور هذه. ها العالم وين مصطفى سيد ورونسيد تحيدون مطعم البارحي هذا فرع له صغيروني في هالمكان اللي نحن فيه يوم صدينا ولأنه اسمه كوية. أقولكم أكله غير نمونة لا صار ولا استوى روعة روعة أكله فوق عن الزين. الحين ابوي وين خاجيبنا ويودينا مكانه وانا ما تدينا حد يشوي شيء ريحه شيء صهوار حد يشوي سمك شرات شوي سمك اروح بعد خطفنا على سينما. ها وشو حاطين الفيلم علاء الدين علاء الدين من الصباح السحري شوف العرب مصطفى سيد ورون سيد بعد عنده سيلمة ما هان علي خط مطير مصر اوكي ما شاء الله ما هان علي هني ما خط ولا صور لكم السيلمة ما هان علي شوف مخبرها السيلمة ترى بلال استأذنت وقال لي برايك دزيت بالويف بتخدودك لي عند الباب ما تدخل داخل الا اذا انك انت بتقطع تذكره ما في عاد اقطع تذكره واخلي الربع خالي الله ينهد لا من المباني اللي عيبتني يا صفو لكم اياها كان مخرب عاد عليها هالباس كم مكبره باس ودرام الكشره ولا بناي سوالها لكت قراده نحطين درام كشره قدام نحن وين الحين بالمر كوفن جاردن ايوه يقول لك روعة تصميم هالبناء وديكور هالخارجي يكاد يكون قمة في الروعة ما باللوعة قمة كان شيء يشد عن القمة تبارك الرحمن هذا اللي ملسق هالبناي لو أنا من اللي يعطون الجوائز بعطيها اللي يبغى مرة ما بخالف حتى لو يبقى مليون نفاد يفدنا شيء جميل والفكرة بسيطة لكن شوف هذه البناية مفنودة زد عن كل البنايات شكلها جميل وياخذ العقل سبحانك يا رب هذا مبنى ما يندرى شو ماله هذا هو كنيسة هو هذا مخدوم سنة 1967 لا والله 1717 1717 أظن سكروا بيبانة سنة 1967 يوم أنا عمري 4 سنين سكروه المبنى هالكنيسة أظني كاثدرائية يسمونها كاثدرائية واحد من اثنين لكن أظني فهمت القصد
شيء طبيعي هاك اللي تخبيه ما يدري صح ولا كذب، لكن اعتقد انها كنيسه شيء. لا والله كنيسه نص بعد، ها كنيسه 100% انها كنيسه. اوبن ما شيء وادم فيها كيف يعني؟ ها ها شفتوا اقول لكم كنيسه ذا كاثوليك امبسادور ام بي سي. بصيركم ابوي استاولنا عبد المحسن بعد غياب يومين، كان ما بصاحي على الله يحفظه، مصر طايعه ورمزتش وكل عند. ابشركم ان الرجال بخير وعاله الحمد لله على السلامه عبد المحسن، الف لا باس عليه. بيشي وين نفد ابوي الحبيشي ما حد ترى قطع الانظار، حد ممكن يشوفه؟ سوينا على زوم ما نشوفه يا الحسن ندورك؟ لا صور ما خليت حد، نقعد صايح وصل الخبر عند اهل ابو ظبي ندور الحبيشي. ها تشوفوني الحين؟ ما شاء الله والله اني اكثر واحد شخصيه فيكم كلكم، حافظ اللي على هالرزه. احنا سهل وصلت على هاي الاندر جراوند، بركب احنا في الباص، في الباص في القطار. فوزي شوف انا الجوتي اللي لابسينه، نفس الجوتي الابيض بتاعك، نفس الجوتي الابيض بس الحين اللي اقول لك على 3000. وين من هذا؟ 3000 والله يعني 3000 رصاصه يوم اخذ 3000. 3000 لا غلطاني من انت صدق والله اسئله خي اخاف يفتن علي. قلت بكم؟ قال 390 3000 390 يعني 400 جنيه، 400 جنيه يعني 2000 درهم مالنا. هي 2000 باخذ يعني مشوار غالي، لاني انا ليش باخذ ابو 2000؟ ما عندي مشكله يعني ما امنع لي احافظ على ساماني يعني شيء. انا عندي جواتي اكثر من 15 17 سنه ولا عوله. اي والله you been to Dubai؟ نعم والله. I thought you been to Dubai. No, my dad works there. Ah, والله in Dubai. Yes. Yeah. Okay, but you never been there. No. You will be very happy if you go there. والله. Very good. يلا باي. خليها صغيرونة. أفغان. ركز ركز حد دار بيني وبينكم ابوي. غانم غانم محسن محسن علينا هاي حال احبن 10 ايام وياي وانا كل يوم ازقرا غانم وغانم هو محسن ها وقسما بالله العظيم اني ما اتذكر اسمك والله ما شيء عز عن الله والله. الحين ابوي نحن وصلنا ظهرنا من هذا الاندر جراوند وظهرنا على مكان انا ولا بحياتي كذيته ولا كذي وصلت المكان. شو اسم المكان اللي نحن فيه المر؟ بالمر في منطقه اسمها بانك. بانك؟ بانك بس بانك روحه بدون لا جاردن ولا ستريت ولا شيء هذا؟ ما تيار كينج ستريت؟ ايه ولكم لازم شيء وياه بالبنك حسب شي استعيبت او ان هذا فريج التيار مالهم. فريج التيار وين بيت حياة بن عوضة الله يغفر له بروندس بالبارك. لا في لندن فريج ماخذين بيت قوم بن عوضة في الاول بيت من السبعينات لو الثمانينات شريت اسم المنطقة بروندس بري بارك كان نسيت الاسم بيت يغني يا ليل الى الله يغفر لك يا جابر يطرح البركة في عيالك يا ابو حمد. محمد شلحاك عساك بخير لندن 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 بس يا ابوي رد الدار تضرب بهلها تعال. حاضرين 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 الحين المر بالمر الحين انت مودنا الطريق الطويل عريض بس عسبنا نشرب كوفي قهوة لا بعد اسواق حلوة هنا يعني هالعنوه بس حسب القهوه مو بحسن عن امتاله في المولات انا ما سيرت هالي في المولات ها لا يا غير بعيد حسب قهوه
لا من الصبح ظاهرين لين الحين ما وصلوا. حلوه مو بس قهوه، اسواق حلوه هني. اذا بيظلم علينا الوقت ترى الليل الليل عندهم طويل. ايش اسوي؟ هاي بلادهم ما ادري الدحيله. هنيكم العقلان تونا واصلين. يا رب البيت والحرم. انا ابو يا ابو كالو فينا الصوع اللي موجود في الدنيا كلها يا ابوك، ما عنينا هالعنوه كلها من والله بلاد. ايه ها قطم القهاوي، شوف كل قطمه كم كبرها. يا حافظ يا حافظ يا حافظ هالبلاد هاي يصيحونها القهوه هاي اخر الدنيا، يينا من اول الدنيا لين اخرها والسب شو وهذه كلها يا الله يحفظكم حق هالقهوه. لا خليت الموضوع في خاطري وانزل لكم لين تحت مرة. نزلت لين عقر داره. كل شيء بالكمبيوتر حتى القهوة طريقة حماسة وعلمها وخبرها. ايش قاعد تحمس؟ ايش قاعد تقلق؟ ايش قاعد تتهنهن؟ يا سلام صدقكم. كان في خاطري. نزلت من فوق لين تحت. والسب لنا طالع. ترى بعد قسم تحت. بعد ما القهوة نحن في منطقة اسمها شوردج ونحن عانين حق المكان هذا بوكس بارك، كل مقاهي مطاعم وما ادري شو يعني محلات حفيزات من تحت حفيزات. من هات الساعة علينا الحين ونحن نمشي في هالمناطق اللي هالنمونة خنيخيشات وكل هالمحلات، لكن أبوي يبارك يونية بيزات الحين عاد رادين على مثل أثرنا. شوف السيل نفق تحت اللاب عند رابط كم لك لك متر ليلهم يا الهنود جتلوهم كثر ما يحفرون. فقار الله يقول لك فلان طاغي، هذه هي الطغاة اللي يطغى الإنسان اللي يقول طغى فلان طغى، هذه هاي هي الطغاة. جتلوا العرب كلهم مساكين اللي كانوا عندهم يابوهم قبل يعدلون بلادهم عدلوا لهم فوق الأرض وخلاص يوم شبعوا قالوا بحفروا تحت الأرض. شوف الله عليك، شوف الصيت والسبعة وين صار تحت الأرض. ما أدري كم دور نحن الحين تحت الأرض. ما يبالى رمسة ما في الحاضر ملح تحت الأرض مسوين الدعاية حتى تحت الأرض. يا الغالية هي دبي اسمي شو طلع عليكم زحمة قطار مستك ليمين كم بنسير. قلت حق عبد المحسن الله يحفظه طالع لنا حد في المطعم الايطالي اللي كم يوم جيناه هاك اليوم يوم هم عزوم وتميت انا روحي معتزل الحين عاد خبرته قال ان شاء الله الحين بيتصل يمكن يلقط حد ان شاء الله يلقط حد حق اربعه يا عبد المحسن بارك الله فيك. ومطعم ياخذ العقل اخير مطعم بحياتي كلت فيه ايطالي من اخير المطاعم الايطاليه احس انه في مستواه المطعم اللي كلت فيه الايطالي اللي
الحمد لله. 8:30 أبرك كمان ساعة بشيركم. أول قال له 9:30 عقب زوروا حيل وافقلنا على 8:30 بموت باليوع. إحنا أبو على ريوقنا. أنا تدرين شو متريج تسمون هذا مدور مثلت أنا شكرا كنافة أحب كنافة معمول معمول بالتمر ناس ضيف إيراني يبي اللي منه تريقت من 3 حبات وشوية مكسرات وجرموز كلت موز اليوم إيه والله كلت جرموز والحمد لله وعيس عملنا شيت لين الحين هي بس لك هوا وقهوة قهوة وقهوة والحين عاد اليوع اللي في الدنيا كله فيه أنا ما الله الله عبد المحسن الله الله فيه نبوي يسوي تعالي لي بارك الله فيك في زحمة الناس صعب حالتي فجأة اختلف لوني وتاهت خطوتي في زحمة مثلي وقفت تلمس جروحي وحيرتي بعيدة وقفت وأنا بعيد بلهفتي ما حد عرف اللي حصل وما حد لقي الحظ الليلة كريم الحظ الليلة كريم محبوبتي معزومة من ضمن المعازي أقولكم ييت ييت لندن في الشتاء من أروع ما يكون أجمل شتاء بحياتك تقدر تقضيه أو أجمل أوقات لندن شتاء. السنين الأولية كانت الصيف حاليا صيف مرة ما تتشاهد تكون حارة وزحمة يعني ما تتشاهد الناس نفسياتي الحين في الشتاء أنا أكثر حين أظن من 15 سنة لو 12 سنة ما ييته في القير ما يهله في الشتاء فلذلك العالم كلها في الشتاء حينه وايد وايد فنان في الشتاء خاصة هالأيام 10 أيام 15 يوم قاصر زايد شوية ما ينكر حال سمعناه إنه يعني سيته مصر مصر عشقي مصر يا الله يا ابو في الواسك اخر الدنيا عن مصر لا بد ولا عذر اما الدنيا ايه مالك بديل ولا يدور مكان لاي اي ولا زي مكانك يا ام الدنيا منو يسواك ما حد يسواك بلاد بالدنيا العود ما شي شراتك اسمك اسمها ام الدنيا منو يصبر على مصر والله اني دوم تعن علي شرات الدوخه تعن علي عنا هل البن للكيف تتحرون انتو مصر رخيصه لا والله ما برخيصه وصاب علي المطر من يبنى طاري مصر يا الخير يا تنفيفات الدنيا ترك لا ترطخ ترطخ الدنيا هي لبيس شو الاول باسات ما تخف عدالهن شلن الدنيا فوق راسك ممكن الباسات الله يحفظكم على الكهرباء ماشي أول ديزل تر 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 الحين ولا كان باص يمشي عدالك وين شيها أبو المر حبها مصر يا الله والله الله أكبر يا سلام الدنيا أنا أعشقها وين إيه شارع حمراء الحبيشي تحبها مصر ما كنت يده تمزح والله إيه شارع حمراء يوم بتروح اي والله ان شاء الله يلا عندي صديق اسمه علي هناك فنان ما خفتي انت مره ما بشلاب ما يشلبك خطر عليه ولا يكذب ابدا صادق ما حد اصدق عنه رد عنه بالمر هذا على الله يحفظه ما عنده بسمي ولا بسم الكويت يمكن هذا ابو مطعمنا اللي خبرتكم عنه هاك اليوم ماشي شارات المطعم هذا هو مطعم الإيطالي الحين هاي ثاني ودي بي فيه لو يحصل لي بعد 40 ودي باكل فيه شيء لا صار ولا استوى هذا الشارع سيد من فندقنا الريال جاردن لين هني سمتم وحده
ومن البارك تاور بعد سمت وحده. هذا تقول هذا رصيف البارك تاور اللي انا عليه حينه، يمكن اظني 3 كيلو ما ادري 4 كيلو، ها تنسيب لين بكدلي سوهو ما ادري شو من ناكل هذوها. تالي يوم اقول لكم يوم الطفله والله يوم اقول لكم المطعم بدون حجز مستحيل يعني، ولا كرسي بارك لين عين من فتش المطعم مره. العرب ظاهر من ويه اللي خارج يرفع اللي داخل، فلذلك اللي بيجي لازم يحجز بدون حجز مستحيل. تو ما يعرفون حريم ولا عائله ولا زيد ولا عبيد ما شيء، لازم وغيبتي بدون حجز ما تروم. اي والله وين؟ يلا اوكي. يس بسكيتا فاكينو تشوغري الافوكادو هي four truffle and pecorino ravioli, hey. 3 risotto lobster, hey. And 2 smoked scallops, yeah? Yeah. Thank you so much. Thank you. Hey. I said, I'm not going to say it. Hey, man. Welcome. أنا حطيت الحين صورة سليمان القصار وفيها رابط تحت سحب إلى الأعلى. هذا فيها فنون هالكويت الأصلية. وين شيء من الفنون هالمقابلة استوت ويا سليمان قصار قبل مدة، قبل 2 أو 3 أسابيع، ومن قبل قايل أنا بنزلها لكم ولا يبي يطمش عليها في على اليوتيوب، خبركم الفنون الدخيلة على الكويت طريقة وشو من الكلمات شو استحدثوا شو يابوا من البحرين شو الكلمات الدخيلة من الأغاني، طريقة الزواج في الكويت وطريقة ترتيب زفة المعاريس وطريقة زفة المعرس مدوة، يعني كل الأهازيج الخاصة الأفراح في الكويت موجود في هالرابط. وعندي من زماني غير ما عرفت ايش قال يحطونه، ولو ما بهالريال كم هذا ها شرا شو اسمه رزتو، ما برزتو صح؟ رزتو بالربيان هذا ما تشوفونه اللي هاك اليوم. انا ما طلبت هالنمونه، طلبت غير، جابوا لي شيء غير، وحين كل من طلبنا شيء قالوا وقف وقف وقف، لان العرب كلها ابوي يو استنزفوا المطعم وازمنا الحين بلي عشاء. هذا الاسكالوب مالهم، هذا اللي يبون من المحيطات، كلمه روعه قليله عليه. ايوه كلمه روعه قليله عليه. هذا الاسباجيتي مالهم ما تقال نمونته الابيض بغي شيء بالجبل، كان اهم شيء هذا اهم شيء فيهم كلهم يا اخر العقل. والربيات ما شيء عندهم خلصت، يعني امورهم وايده